اتمنى يقول يرجع لي يقول لي يا بابا. اقسم بالله انه وكان فريد يغمي غماية للعيال يلعبوا. وفريد جلس تحت الكنبة تحت البيت حق واحد حق الحارة حقنا يغمي غماية والعيال تخبأوا. ما بقول لفريد جلسته تحت البيت وجاء القطيفة وهو تحت البيت ودوخ وقال وفلتن الحجار لفق راسه وتعوروا كما وقال قطيفة وتعوروا ثلاثة من جنبه. لما سعفونا من مستشفى الروضة كان أنا ما قال الكلمة لا تقبروناش. لما دخل يتكلم حسيته كأنه بيرجع لي. كان يعني ما في بش حاجة ولا شيء. كأنه يعني لما تكلم لما قال لا تقبروناش حسيت أنه بيرجع لي. فريد كان حقي الكبير. كنت أمل إن السنة الثانية درسه بالمدرسة. قلت لي السنة الثانية كنت بشتري لك شنطة وزمزمية ودرسك مع الأطفال السنة الثانية. كان فرح. كان ما بتدرسينا قلت له أيوه إن شاء الله السنة الثانية. وقضي السنة فريد عند الله خلاص. كان كذا قبل يومين الحادثة حقه إنه كان يقول لي ما بروح بعيد ما برجعش بروح مكان بعيد ما برجعش. وكان يشرب ماء كثير. شربت كذا عطشة استغربت لما شرب الماء نفخت بطنه. قلت له إيش طلع لي فوق المكتبة استغربت لما طلع فوق المكتبة بس لأنه لما يلعب هو أخوه ما يسكش يطلع هذه المكتبة. طلع لك فوق هذه المكتبة قفز من فوق المكتبة لنازل. اللحظات الأيام الأخيرة كان يلعب يلعبوا بمرحة يعني شفتهم ثاني. كانوا يلعبوا قدامنا كذا كنت أشوف تصرفاته ثاني. كان يعني كان ثاني يعني كنت أشوفه ثاني. ما قدرتش أنسو أبدا لأني ما أشوف الكبة حقه أشوف الكبت حقه أشوف الثياب حقه أشوف الكبة دي. كان دائما يلعب به. هذه أمي لما راح مع أمي عدن اشترى له حقه ذي الكبة دائما لما أشوفه أبكي. كان فريد هادئ يعني فريد كان ثاني عن أخو يعني شفته ثاني يعني حد نفسه طيب. فريد الحمد لله طيب حينما نطق كلمة لا تقبروناش وكأنما كانت استشعار مبكر يعني لا تقبروناش كانت كلمة وجهت للميليشيات التي استخدمت الصواريخ واستخدمت أنواع الأسلحة التي كانت تضرب فيها المنازل والأحياء تقصف فيها المدن. فكانت رسالة توجهها هذو الأطفال بدلا أن يتوجهوا إلى المدارس ويتوجهوا إلى الحدائق كانوا يتوجهوا إلى المستشفيات وإلى إجراء العمليات. الحمد لله نحن الحمد لله حتى شن يقول لنا لقمة ما نسأل شحن نحن عزيزين نفس. عائلته عائلة تعبانة يعني بمعنى الكلمة يعني حقيقة. حينما ذق كلمة لا تقبروناش وكأنه كان يعلم أنه لا تقبروناش أنه هناك ناس سيتاجروا بدمائه وتاجروا بأسمه وباسم الطفل هذا. كنا أثناء تواجد نحن في المنطقة هذه كنا نلاحظ وجود الإعلاميين بنسبة كبير والمصورين وإلى ما ذلك. فسخرت كلمة لا تقبروناش سخرت أسرة الفريد أسرة فريد لكأنما التجارة مشروعة أو لجان المال وسلعة. للناس الذين يتاجرون باسم ابن فريد بالشهداء اتقوا الله في أنفسهم اتقوا الله في أولادهم. نحن نفتقر من الأشياء الأكل الذي نمشي نوفر لأولادنا ما حصلناش ولم نجد أي شيء من هذا الشيء من هذا القبيل ما فيش أي حاجة وصلتنا عندنا. اتقوا الله في أنفسهم
ايش تقول للناس هذوم اللي تاجروا باسم فريد؟ ليش تاجروا باسم فريد؟ باسم ولدي روحي وقلبي فريد، ليش تاجروا باسمه؟ يعني شو يقولوا؟ يعني قد مات خلاص الله يرحمه، ليش عدهم تاجروا باسمه؟ بدم روح شهيد، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. فنحن نوجه رسالة للآخرين الذين تاجروا بدم الطفل فريد، إذا كان له شيء حقوق فأعطوا إياه، فلم يعقل أنه يكون قد ظلم في الدنيا وظلم في الآخرة، يعني ظلم في الدنيا من قبل الميليشيات وظلم في الآخرة في الناس الذين تاجروا بحقه، وليس بس فقط فريد، وأيضا تاجروا بدماء ناس آخرين كثير. حرام حرام عليهم، يعني حرام هذوم، يعني أي حاجة فريد فريد، لا تقبرون شذي، استغلوا كلمة لا تقبرون شذي أنزل الله، يعني كلمة يعني رحمة للناس، مش إنه يعني لابني ماس، للناس للأطفال، للناس للي شردوا، للي أسر شردات أطفال قطعات، حتى لا درجات يقسم لك بالله، في واحد أول أمس نزلوا لي اثنين وهذا قالوا لي أخي ليش إلا فريد؟ قلت له اتق الله اتق الله، هذا ابنك حمد الله أنك لك أولاد، ما جات لكش قذيفة لبيتك، ما قذيفة، حمد الله أن أنت في عافية، حتى يعني بالموت بعد في بكم يعني حاجة ذا، واحد يقول الحمد لله همشي إن ابنك متعافي منك، أنا اللهم لك الحمد. قال لي فريد عصفور من عصافير الجنة، خلاص فريد كذا فريد. قلت له طيب ليش؟ كانوا شو يودونه طيب مستشفى ثاني؟ قال لقوا قدره، قالين قالوا قدره، القدر بيجي له بأي مكان. أشكر قناة بلقيس لتواجدهم معي ووصولهم إلى المنزل حقي، وأشكرهم لأنهم الناس تعاطوا تواجدهم عندي لكي يظهروا الحقيقة للناس، يعني يشوفوا إيش الوضع اللي أنا عايش فيه.